بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أبدأ هذا النظم حمدا وافرا لمن هداني أن أصوغ الدررا، ثم أصلي أشرف الصلاة على النبي وصحبه الهدات وآله والتابعين دائما، له بإحسان يعم الأمم. وبعد، إن هذه الأبيات تجمع علما يشتكي شتاتا، وتوصل الطالب بر اليسر بجزلها وسبكها للتبر. جغرافيا مملكة السعود ودول قريبة الحدود. تمهيد. فالحمد لله الذي شملا جمع شتات أمة بها بدر سطع، بالملك المظفر المسود عبد العزيز بن سعود السيد، في دولة عريقة العروبة مسلمة مقصودة مطلوبة، لأن فيها كعبة الإسلام ومسجد النبي تاج الهام، وخصها بالنفط ثم الغازي وموقع مستثمر ممتاز. الموقع بين ثلاث من ذرى القارات، أفريقيا وآسيا وتاتي، قريبة الصلات في أوروبا، ثالثة في حجمها بالرتبة، تحدها البحور والمضائق كهرمز ومندب يا طارق. الحدود يحدها من جهة المشارق قطر إمارات خليج والثقي، وفي شمالها العراق والكويت وأردن، والغرب بحر كالكميت، واسمه الأحمر والجنوب، عماننا كذا اليمن قريب. التضاريس فقشرة الأرض جبال وسهول، كذا هضاب وصحاري وتلول. السهول الساحلية فسهلها الغربي قرب الساحل، حجاز نوع عسير يعلو يسفلي، كذاك سهل الساحل الشرقي قرب الخليج مستوي الرملي. المرتفعات الغربية مرتفعاتها جبال في الحجاز، سلسلة للبحر في خط مواز، تحجز نجدا أن تصل تهامة من أردن إلى اليمن علامة. كذا الجبال في الحجاز تقسم ثلاثة حسب العلو فاعلموا، فمدين قليلة العلو في الشمال والحجاز وسطا فاعرفي، وفي الجنوب السروات الشاهقة والسودة القمة فيها باسقة. الهضاب كذا الهضاب أربع مقسومة حسب المكان فاحفظ المعلومة، في الغرب هضبتان في نجران واحدة كذا عسير الثاني، وفي الوسط نجد بها طويق وشمر سلاسل تفوق، في الشرق فيها ذاع هضبتان الدبدبة وهضبة الصمان، وفي الشمال هضبة الحماد والحجر يا زاكي الأجداد. الصحارى الرملية والآن صرنا في صحارى الرمل، نسبتها الثلث حسابا فاجعلي، ثلاثة نفودها شمالها والربع الخالي على جنوبها، وصلة بين الشمال والجنوب تعرف بالدهناء بيداء عكوب، وحيث فيها قد أتانا الخبر بأنه فيها ستجري الأنهر. المناخ واذكر بها المناخ في تنوع رفع وخفض حسب ذاك الموقع، إقليمها مرتفع الحرارة وفي الشتاء تسعى الرياح المارة، وفي مدار السرطان تسقط أشعة الشمس لعلو تهبط، وفي الأراضي التي هي أدنى يزداد حر الشمس إلا فتنى. الضغط الجوي والضغط في أجوائها في الصيف، في برها منخفض التصريف، وفي البحار والمحيط مرتفع، في المتوسط وعلى الهند يقع. الرياح أما الرياح فهي حسب الضغط بحسب معطياته فتعطي، من الشمال والشمال الشرقي من وسط آسيا لكل الأفق، ثم رياح من شمال غربي من بحر أبيض للشمال الغربي،
وفي الجنوب الغرب موسمية ممطرة من غينيا الغربية من المحيط الأطلسي والهندي، هذا مناخ الصيف للمجد، مناخ المملكة شتاء الحرارة، وحيث في مدار جدي تسقط في أول الشتاء عمودا تهبط حرارة الشمس التي تميل بضوئها جاء الشتاء تقول. الضغط الجوي، والضغط في الشتاء دوما مرتفع على سيبيريا والمحيط إذ يقع، والرياح وحسب الضغط الذي روينا تأتي الرياح فاستمع إلينا باردة من آسيا شرقية بها الجفاف أو تكون ريا، إن عبرت فوق الخليج العربي بإذن ربي فهي خير صيبي. ثم رياح الغرب من شمالي على العموم بردها توالي الرطوبة، وفي الجهات الساحلية تكثر رطوبة صيفا شتاء تزخر، أما الجهات الداخلية فتقل فيها لبعد عن بحار تنتقل مياهها في حالة التبخر صيفا فتضفي البل للمجاور. خائص أمطار المملكة قليلة أمطارها عموما، شتوية إلا الجنوب دوما، في غربه المرتفع الجميل غيومه دائمة التنزيل، وفي العموم ما لها انتظام عام يجود ويشح عام، والحر للجفاف دوما يودي وعلة لمائنا المفقود. موارد المياه، وعند ذكرنا المياه أولا نبدأ في سطحيها على الولا، ثم الذي في جوفها سطحي، ثم عميق الجوف وهو الري، ثم المحلى من مياه البحر، ثم مياه الصرف بعد الكر. المياه السطحية، أما مياه السطح عين تجري أو سيل واد دق أو ذا قعر، والعين في الأحساء والأفلاج، والخرج غاض الماء من إخراج، وديانها كبيرة كالباطن، صغيرة حلية به فدوني، كبيرها المشهور بالدواسر، قبيلة بها الجلال آسري. المياه الجوفية السطحية، وسم ما سرب من مسامها عبر الحصى والرمل سطح جوفها، حيث تهامه في عسير أغنى، ثم تهامه في الحجاز تعنى، وذاك من غزارة الأمطار على ارتفاعها والانهدار. المياه الجوفية العميقة، أما التي في جوفها العميق تجمعت في عهدها العتيق، ساق وجيد وتبوك ضرما، وسيع دمامون يوجي الرضما. مياه البحر المحلات، ثم المحلى من مياه البحر ما استصلح التسخين عبر الحر، ثم البخار بعدما يبرد يغدو مياها للعطاش تسعد. مياه الصرف الصحي، ثم مياه الصرف في تكرارها لغير ماء الشرب ذا مجالها، تنفع في زراعة الأشجار وفي مصانع تعين الشاري. المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها، وها هنا إذ يجدر التحذير من سرف في شره خطير. النباتات الطبيعية، وكل نبت دون زرع وجد فهو طبيعي وذا ما قصد، وهي ثلاث وهي الغابات، حشائش صحراء بها نبات. فوائد النباتات الطبيعية، وعد فيها من فوائد تصب ستا غذاء وكساء وخشب، تلطيف جو وكذا تنظيف، كذا ازدياد الخصب والتكثيف، وحسب الطقس تكون الثمرة، حشائش فنبتة فشجرة، ففي الجبال عرعر طلح سلم، سدر وزيتون البراري ثم عم، عد من نبات وديان سمر طلح ورمث والغضا طرفا حضر،
والأرط والرمث في الرمال والأثل والغضا وشيح غالي وفي سواحل وسهل ساحلي نبت الأراك قد نما وطابلي كذاك شورى سرح طلح دوم في قحلها ينشرح الحيزوم والرمث والغضا على الهضاب طرفا وعوسج حمض ذو الأهداب.